رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حصول المنتخب الوطني لكرة القدم على لقب بطولة كأس الخليج العربي لأول مرة في تاريخ رياضة كرة القدم البحرينية، وهنأ سموه لاعب المنتخب الوطني على هذا الإنجاز الرياضي الكبير وما قدموه من مستويات عالية ومتميزة والتي كانت مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن. وأثنى سموه على الجهود التي بذلها لاعب المنتخب الوطني وإصرارهم على تحقيق هذا الفوز المشرف الذي يجسد ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من تطور على المستويات كافة، ووجه سموه الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، منوها سموه بدور سمو الشيخ ناصر في تنمية قطاع الشباب والرياضة ودعمه ومساندته للاعب المنتخب وتحفيزه، والذي أسهم في تحقيق المنتخب لهذا الفوز الكبير الذي يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية للمملكة. كما أثنى سموه على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة في الإعداد الجيد للبطولة وبدور الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز الرياضي، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.